السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس التربية الإسلامية للصف الأول المتوسط، راح ناخذ الدرس الرابع صفحة 78 أو نحل المناقشة الوضوء. الوضوء، حل مناقشة الوضوء، شروط الوضوء. طبعا هاي هي هذني كلها بالمناقشة ومبطلات الوضوء ذني حفظ. أولا، صف شعورك عندما ترى شخصا مرتبا ونظيفا. هاي جواب النقطة الأولى، عيني النقطة الأولى. ألا ترى أن قلبك يشعر بالارتياح عندما ترى شخصا نظيفا ومرتبا؟ هذه منا، يعني نقول منا هذه، هاي جواب النقطة الأولى. زين، من صفحة 78. النقطة الثانية، كيف يكون تطهير القلب والعقل واللسان؟ هي هاي النقطة في كل شيء، تطهير القلب من الأحقاد والحسد، يعني منا عيني الحد هذه، هاي جواب النقطة الثانية. الحد هذه منا الحد هذه. ثالثا، لماذا أوجب الله تعالى الوضوء على الوجه؟ هذا مال الوضوء هاي، هذه هاي النقطة الثالثة، هذه كلها جواب النقطة الثالثة هي هذه من نال هنا. أو تريدون تختصرون أي كلمات ترى سهلة. النقطة الرابعة، لماذا نتوضأ؟ يقول ليش نتوضأ؟ هاي النقطة الرابعة، الوضوء طهارة منا، نقول هذه الحد هاي، نقول هاي نقطة، نقول فلماذا يجب الوضوء عندما هذا النفت سطرين أو ثلاثة سطر. النقطة الخامسة، يقول ما شروط الوضوء؟ هي هاي النقطة الخامسة. والسادسة، ما بطلات الوضوء؟ هذه بالتوفيق يا ربي.